اللهم وكما جمعتنا في هذا البيت الطيب على هذا الطعام الطيب المبارك وهذا الكرم المشهود على غير أرحم بيننا، فاجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا، اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا، اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا. اللهم بارك لأصحاب هذا البيت في مالهم وفي عافيتهم وفي طعامهم، اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، وإن كلا لما ليوفينهم ربك، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون.
تنتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد كله على نيته وسره. أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم وكما جمعتنا في هذا البيت الطيب على هذا الطعام الطيب المبارك وهذا الكرم المشهود على غير أرحم بيننا، فاجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا. اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا. اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا. اللهم بارك لأصحاب هذا البيت في مالهم وفي عافيتهم وفي طعامهم. اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا، واحرسهم من شر شياطين الإنس والجن. اللهم املأ هذا البيت بركة ونورا وطعاما طيبا مباركا ورزقا حلالا طيبا. اللهم يا من خزائنه لا تنفد، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، اعطهم عطاء مباركا طيبا، عطاء مباركا طيبا يا رب العالمين. اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، والبسهم لباس العافية. اللهم البسهم لباس العافية. اللهم البسهم لباس العافية. اللهم بارك لهم في مالهم وفي عيالهم. اللهم بارك في الحجة صاحبة هذا البيت، بارك فيها يا رب العالمين. اللهم أسبل عليها الصحة والعافية. اللهم البسها لباس العافية. اللهم بارك فيها وفي أولادها. اللهم بارك فيها وفي ذريتها. اللهم بارك فيها وفي مالها وعافيتها. اللهم إنها أطعمتنا تقربا وحبا فيك يا رب العالمين، وحبا في القرآن وأهل القرآن وأهل العلم والصلاح. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا أهلا لثقتها وحسن ظنها. اللهم أنزل عليها من بركات هذه الآيات وهذه الدعوات ما ترضاه لها ولأولادها يا رب العالمين، واجعل اللهم لها من دعائنا أوفر الحظ والنصيب. سألناك وأنت أكرم من سئل وأجود من أعطى، وأنت الرب الكريم، أن تفتح لدعائنا أبواب السماء. اللهم اجعلها ساعة إجابة يا رب العالمين. اللهم اجعلها ساعة إجابة يا رب العالمين. اللهم اجعل أصحاب هذا البيت يسكنون قصور الجنة يا رب العالمين. اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا لا نملك لها ولا لأولادها ولا لأحد من خلقك ضرا ولا نفعا، أنت الضار وأنت النافع. توجهنا إليك ورفعنا أكف الضراعة إليك أن تغفر لها ولأولادها ولنا جميعا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البيت مأوى للطيبين وملاذا للصالحين وأهل العلم والصالح والتقوى والبر يا رب العالمين. اللهم وفهم أجر من أطعم الطعام وأفشى السلام. اللهم أكرمهم كما أكرمونا، وبارك فيهم كما أكرمونا، وأحسنوا ضيافتنا وأكرموا وفيدتنا. اللهم آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.